مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى قصر المؤتمرات في دبي لمتابعة وقائع الاحتفال الذي يقام في الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد جبران تويني. مساء الخير. 12 كانون الثاني تاريخ موجع لكنه حفر بذاكرة اللبنانيين حرية بأحرف من نور. بس الحرية بلبنان تمنها كتير غالي. جبران تويني اشتقت لك بيروت، اشتاقوا لك المطارح، بس صوتك رح يبقى يصدح بضميرنا لأنه نهار لبنان أزلي ما بيموت. حضرة ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وزير الإعلام الأستاذ رمزي جريج، حضرة ممثل رئيس مجلس النواب النائب الدكتور عاطف مجدلاني، دولة الرئيس الأستاذ ميشيل المر، حضرة ممثل رئيس حزب الكتائب فخامة الرئيس أمين الجميل النائب الأستاذ فادي الهبر، حضرة ممثل دولة الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير السابق الأستاذ نقول نحاس، حضرات ممثلي المسؤولين الروحيين، حضرات النواب والوزراء، الصحافي، عائلة التويني، عائلة النهار، أصدقاء مؤسسة جبران التويني، أهلا وسهلا فيكم. قدام الشهيدة بتسقط الألقاب وبتعجز الكلمات. نحن اليوم مجموعين اليوم كمحبين لجبران التويني يلي بعده قادر حتى بغيابه يخلينا نشعر بلبنانيتنا الصافية، وبعده عم يذكرنا بعنفوان ما بتطالوا الأزمات مهما اشتدت. مؤسسة جبران التويني بترحب فيكم فرداً فرداً، وشكر من القلب لحضوركم الليلة معنا. شكراً أيضاً لقصر المؤتمرات والسيدة ميرنا المر أبو شرف، وشكر أخير للداعمين لهالحفل: ألفا، بانك ماد، آي دي أم، جابر إنجينيرينج، جوزيف شلهوب، كلاس سبورت، بلو ساوند، بيلو شوت، لا برودكسيون، لوريان لجور، ام تي في والنهار. بال 2010 لما انطلقت مؤسسة جبران تويني مع مجموعة من المحبين والمقربين، ما كان الهدف انه تبقى ذكرى بالاذهان، لانه جبران رح يبقى قدوة لكل شاب وكل صبية بيفخروا بلبنانيتهم وبيوضعوا هالوطن فوق كل اعتبار. بل الهدف هو تحويل هالذكرى إلى مؤسسة حية بتشع أهداف وأمل بالمستقبل من خلال مشاريع تربوية اجتماعية وثقافية بتطال مختلف شرائح المجتمع اللبناني. والشعار هو شجرة الحياة، هو الاستمرارية، الشعار هو القيامة. بال 2014 مؤسسة جبران تويني قامت بمشاريع عديدة بتستهدف الشباب اللبناني وبتخليه يفكر: أنا مين؟ أنا شو؟ أنا ليش هون؟ شو هي حقوقي؟ شو هي واجباتي؟ رح نستعرض هالمشاريع خلال الحفل. أما البداية من النهار العربي والدولي، مروراً بحركة دعم التحرير والاعتداء على مكاتب النهار العربي والدولي ومحاولة اغتياله، ثم النفي إلى باريس، حتى عودته مع نهار الشباب إلى قرن الشهوان، حتى ثورة الأرز والاغتيال، وعلى أنغام موسيقى المؤلف ميشيل فاضل، رح نستعرض أهم مراحل حياة جبران التويني الصحفية والسياسية من أول مقال كتبه على صفحات النهار وحتى الاستشهاد.
قتل مرافق رئيس حزب الكتائب الشيخ بيير جميل جوزيف أبو عاصي و22 مسلحا فلسطينيا في حادث مسلح وقع في عين الرمانة قرابة الساعة 11 من صباح اليوم. أثر ذلك توتر الجو في المنطقة، وصدف مرور باص يقل فدائيين عائدين من مهرجان في مخيم تل الزعتر، فأطلقت عليهم النيران ما أدى إلى مصرع معظم ركابه وعدد من العابرين، وبلغ عدد القتلى 22 قتيلا. في نهار العربي والدولي بهالفترة اللي فات فيها جبران على واللي بلش يقيم الكرسي من هون، حطوا اللوحة هونيك، منحط الغلاف من هيك، المال منشوف من المال، تبلورت ملامح الصحافة في جبران، وتبلورت ملامح القائد عند جبران، وطموح والمتطلع إلى التطور وإلى الأفضل وإلى الأوسع والأكثر. نحن كنا قاعدين صحفيين يعني عم نطلع النهار العربي الدولي، إجا عمل ورشة كبيرة حول النهار العربي والدولي إلى مؤسسة. فلا يجوز أن يكون الجيش موضع خلاف أو مزايدة، ولا يحق لأي قوة عسكرية أخرى أن تدعي في وجود الجيش أنها هي الجيش. التجربة اللبنانية كانت سريعة العطب لأنها عاشت على فضيحة الفضائح، التكاذب المشترك. إذا أراد الجيش اللبناني اليوم أن يبني بلداً جديداً وأن يتجنب أخطاء ما قبل الحرب، فعليه أن يحاسب مسؤوليه حاكمين ومعارضين.
ما أصعب أن يفقد الشعب قدرة التمييز بين السلام والحرب، ما أصعب أن يعيش الشعب بلا موقف، ما أصعب أن يستقيل. لو عاد الأنبياء إلى الأرض لألغوا أديانهم لألغاء مستغليها. طيلة سنوات الحرب اللبنانية والقتلى والمشردون بالآلاف لم يتحرك ما يسمونه الضمير العالمي والمجتمع الدولي. أنا ضد الثورة الإيرانية وقائدها عندما تمد أيديها إلى لبنان. وقت اللي حسيت انه كان بلش بحركة دعم التحرير كان له كم يوم، حسيت انه هيدا التحرك اللي عم يعملوه مثل كأنه عم بعيط لنا، كان بقول للشباب انه ما فيكم ضلكم قاعدين ببيوتكم، وانه هيدا اللي عم نعملوه هو منه حزب بالمعنى التقليدي ولا بمعنى الميليشيات، هو تحرك وطني والكل معنيين فيه وشباب لبنان تحديدا.
يعني هو مجرد ما كان فكرته انه يعمل شيء اسمه ملحق نهار شباب للشباب، يعني عنده فكره اوريجينال للشباب، عنده دعم للشباب، هو يؤمن بقدرات الشباب وانه هن المستقبل. ومن هيدا يعني هيدا المنطلق كانت افتتاحيته القولي استفق وتكلم، يعني كان عم بيحرك الشباب، عم بهزهم انه اوعوه الكم دور، انتم بالمستقبل، ما بدنا نترك المستقبل للسياسيين اللي القديمين اللي الحروب صارت على ايامهم وهن هن بعضهم والشباب ما كانوا عم يتحركوا بقى. معرفي المباشرة سنة 95 وقت اللي تعرفت عليه، وإذا بدك نسيت الجانب الأول اللي كنت شوفه فيه كسياسي وكقائد، شفت فيه الإنسان. كان مدير، كان ليدر، كان إنسان، يعني فيك تحسي أنه كخي وقت اللي بتشوفي كيف عم بتعامل مع الناس بتشعري بالأمان، أنه وقت بتوعي أنت بمشكلة في حدك خي كبير ممكن يكون عم بيحضنك وعم بيلقطك وقت اللي بتوقعي. من الأشياء اللي يعني كنت دايما أضحك وهلأ يعني بضحك فيها، مثلا الديوك الحلوين اللي كان عنده هواية الديوك كتير، أنا بعتبر أني وردتها اليوم صار عندي كوليكسيون ديوك كتير حلوة. خيرها لبنان، انه اشهر شيء بلبنان هو الشعب اللبناني، لانه هو تحمل 20 سنه قصف واحتلالات ومصاعب، ويعني لولا هذا الشعب اللبناني ما حدا منا قاعد هون عم ينظر عن شهرته الخاصه وشهرته الذاتيه. يا اخي شو عملوا فيه لبنان؟ نحن عملنا فيه، نحن جيل الحرب عملنا فيه لبنان. شو عم بيعملوا فيه لبنان؟ انتوا وردتوا شو عم بيعملوا فيه لبنان؟ شو بعدهم عم بيعملوا فيه لبنان؟ هذا هو لبنان الحريه والعدالة والمساواة؟ هذا هو لبنان الكرامة والسيادة والحرية؟ هذا هو لبنان المستقل؟ هذا هو لبنان ديمقراطية؟ خي عم يضحكوا. طب رايدين يضحكوا على حالهم، يضحكوا على حالهم بس يضحكوا على العالم كمان؟ خي طب ما عندك كرامات الناس يا خي؟
انا هنا بتمنى انه يرجع العالم العربي يوعى والانظمه العربيه توعى وترجع تعطي للجيل الجديد الكلام، ترجع تصير ديمقراطيه، يصير في حريه، يرجع في تفاعل لحتى يرجع العالم العربي على اساسه. انا متفائل، يرجع انا متفائل كثير اصلا. لو مش متفائل كان ربنا يرضى. انا متفائل بالعكس. بعدين انا ما نحكي عن قضيه فلسطينيه اللي هي على راسنا وعيننا، قضيه فلسطينيه انت ناسي انه لبنان لبنانك. نعم. ولبنان كل الناس. ما طرحنا خطاب توحيدي يا دكتور. نعم. كل ما طرحنا خطاب توحيدي وحوار. نعم. نتهم بالعمل الإسرائيل، نتهم بأنه واحد ما أدري شو بده يعمل، يتهم الإعلام بالحرب الأهلية اللي هي ما حرب أهلية إحنا نرجع لها بعدين. نعم. يتهم الإعلام لما ننقل نحن هيك واقع معين أو خبر معين، نتهم أنه كيف نقلنا واقع بينما دورنا نقول واقع. أنا بس بدي أقول لك يا دكتور، إذا أنتم بمجلس النواب ما حكيتوا جديا عن الوضع اللي فيه العلاقة بين الناس وبينكم انتو كمسؤولين، اذا ما شايفين انتو لليوم، اذا مش واعيين انه انتو بحالة طلاق مع الشعب، في عندكم مشكلة اساسية. كل شيء السلطة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مع احترامي لكتير من النواب بحترمهم ومن والله بعتبر انه الشيء اللي عم بيصير اليوم بلبنان، ان كان على مستوى التحرك الطلابي، ان كان على مستوى بيان الكركي ومواقف بعض السياسيين بالمعارضة، او مواقف بعض النواب من تحت قبة البرلمان، او تعاطي الاعلام الخارجي مع ما يحصل في لبنان، بعتبر انه اكيد اليوم في شيء جديد عم يحصل على الارض، وبتمنى انه يتم التعاطي بطريقة ايجابية، لانه نحن كنا عم نتمنى من زمان انه يكون في نوع من مش انتفاضة شعبية ولكن نوع من كسر لجدار الخوف اللي موجود داخل كل المواطنين اللبنانيين وكل الطلاب. جبران كان دائما يخاف انه الدولة تسقط. لو جبران عاش تجارب بالماضي وقت الدولة سقطت انه كل المجتمع اللبناني اهتز، وبصورة خاصة المسيحيين مصيره اهتز. كان دائما بيخاف من الشرعيه، كان يخاف من كل شيء خارج الشرعيه، من كل سلاح خارج الشرعيه، من كل حزب خارج الشرعيه، من كل ميليشيا خارج الشرعيه. وكان منتقد، كان يخاف انه حدا يملي علينا قرارنا السياسي. وبعتقد اذا نرجع شوي اللي كتبه جبران حول الوصايه السوريه وحول الهيمنه السوريه على القرار اللبناني، واللي انا برايي قد تكون السبب الاساسي لاغتياله، بيدرك جبران شو مرارته بهذا الموضوع. جبران ما كان يحب نص يحب، أو كان يحب كتير أو يكره كتير، بس ما كان في يعني ما كان فاتر، كان أو سخن أو بارد. جبران هذا اللي عشته بجبران. يوم استشهاده ب 12/12/2005 كنا مجتمعين بهالمكتب مع احد الدبلوماسيين تابع لسفارات انا بمثلها كمحامي، وعم نبحث بامور قانونيه، واذ نسمع دويل الانفجار عن بعد، منحط الاخبار على التلفزيون لحتى نتابع، وما ان حددوا موقع الانفجار قالوا بمنطقه المكلس، حتى بطريقة عفوية جدا الجبران. جبران راح بكير كتير، وراح يعني أنا ما في أتصور إنه إنسان يروح كرمال كلمة كلمات حبر، يعني قديش بده يكون ضعيف، قديش بده يكون واطي، قديش بده يكون مجرم، قديش بده يكون مهتري اللي أخذ القرار. بشوف بنيلا وبميشيل كتير من جبران عندهم جرأة، بس أقرأ لميشيل كمان بشوف تقريبا نفس النفس. لا، الجيل الجديد كتير تعلم من جبران. هي
هيك نعم مطلوب لجنة تحقيق دولية لمعرفة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مطلوب أيضا وأيضا أن تستقيل يستقيل قادة الأجهزة الأمنية، مطلوب جلاء القوات السورية قبل الانتخابات النيابية، مطلوب مراقبين دوليين لهذه الانتخابات كي تكون انتخابات نزيهة. نوعا ما هذا هو البرنامج المتكامل المطلوب أن تنفذه الحكومة. نعم. وإذا لم نتفق على ذلك فهذا يعني أننا نرفض أي حكومة لا توافق على شروط المعارضة بالذات. ب30 نيسان و30 نيسان بتمنى اللبنانيين يوعوا أهمية هالتاريخ. 30 نيسان 2005 لم يعود في لبنان من جندي سوري. هل تتصوروا هالشي؟ قادرين تتصوروا هالحلم الكبير يلي فيه الشباب اللي عمرهم 30 سنة ما عاشوا بلبنان مستقل، واللي جيلنا نحن ومعليك وجيلك يا سي نرسال يلي بين الجيلين يلي بيعرف شو كان لبنان المستقل اليوم، يعني حلمي كان انا كنت اقول يمكن انا ما عايش الايام هيدي، يمكن ويمكن ما لحقها لانه موجه الاغتيالات والتفجيرات ما بنعرف، بس مش انا عشت هلا، بس على الاقل اولادنا رح يعيشوا بالنهاية استقلال لبنان حقيقي، ولادنا رح يعيشوا وحدة لبنان. ولذلك أنا مع معالي الوزير أنه حان الوقت أنه نبلش نحكي عن مستقبل لبنان، مرحلة ما بعد 30 نيسان مش مرحلة ما قبل 30 نيسان، لأنه مطلوب منا اليوم كلنا سوا نوضع مشاريعنا المستقبلية على الطاولة لنقول كيف نبني لبنان النموذجي اللي بده يستعيد رسالته منطقة الشرق الأوسط ودوره الأساسي. معلومات أولية عن وقوع انفجار في المنطقة الصناعية في الكلس. يتوالى توافق الشخصيات السياسية والقضائية معلومات إلى موقع عم بتأكد الانفجار. إنه الانفجار قد استهدف جبران تويني ورفيقين أندري مراد ونقولة فلوطي. المتفجرة وصفت بالأقوى والأعنف وقد تسببت باندلاع حريق كبير في عدد من السيارات في المنطقة. جريمة اغتيال النائب جبران تويني وقعت قرابة 9 من صباح اليوم عبر استهداف لسيارته بسيارة مفخخة كانت متوقفة إلى جانب الطريق، وجرى تفجيرها. لكن لسوء الحظ أصبح أكيد أنه النائب والصحافي جبران تويني اغتيل بطريقة بربرية على يد إرهابيين ومجرمين.
mais qui dit des choses sans langue de bois. Et il était pas mal contre sa politique, elle est très anti-syrienne. Enfin, ses avis sont très tranchés, c'est quelqu'un qui est très courageux. Et voilà. Donc lui, il n'est pas mort, il a échappé, mais enfin, il y a quatre qui sont sur le tapis. أن النائب جبران تويني قد قضى في هذا الانفجار. Il est pas mort. Il est mort? Non, il faut que je. J'ai pas de téléphone, je vais appeler. Non, c'est pas possible. Oh putain, il est mort. Oh putain, c'est pas vrai. Ziad Gibran est mort. Istishhad al-na'ib Gibran Tweini. Oui. Comment on va savoir si c'est vrai ou pas? Tu l'as vu à la télé? C'est pas vrai. Tu peux me dire? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils ont réussi, ces salauds. نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعا عن لبنان العظيم عشت عاش لبنان دفاعا عن لبنان العظيم
شكر للمؤلف الموسيقي ميشيل فاضل، الجوقة بإدارة أستاذ ومدرب الموسيقى توني البايع، شكر للباليرينا جورجينا نصار. أما الكوريغرافيا فهي لجابرييلا المر، والممثلين على المسرح هن تلاميذ الجامعة اللبنانية سنة أولى مسرح. هيدا لبنان. التقارير اللي شفناها ورح نشوفها تباعا اليوم هي لزينة باسيل شمعون، أما الإخراج المسرحي لهالمشهدية الرائعة هي لسمير عبد المسيح، وهيدا لبنان. الكلمة هلأ لرئيسة مؤسسة جبران تويني، هالمؤسسة اللي أخذت على عتقها نشر فكر جبران وروحية جبران تيضل الصوت يودي، الأنسة ميشيل تويني. جبران تويني لم يمت، هذا ليس شعاراً فقط. يوم أتت أموندا الكيك رابحة جائزة الفيلم القصير إلى جريدة النهار وقالت: أنا كمثل كل هذا الشباب في هذا المجال، إن تسنى له أن يهاجر لفعل، لأن ليس في لبنان أي فرص للعمل في هذا الحقل، لذلك جئت أعمل فيلماً وعبر فيه عن هذا الأمل المفقود. وهكذا قدمت لها مؤسسة جبران تويني كل مساعدة لإنتاج أول أفلامها. هكذا يكون جبران تويني لم يمت، وهكذا تكون نجحت مؤسسته مؤسسة جبران تويني. جبران تويني لم يمت، يوم أطلقنا مسابقة صحافي العام في كل المدارس اللبنانية تلقينا أكثر من 200 مقال من مدارس مختلفة ومن كل المناطق، وبين المشتركين تلاميذ في سن 14 أو 15 سنة كتبوا عن جبران، ما يعني إنهم كانوا في عمر الخمس أو الست سنوات يوم استشهاده. هكذا يكون جبران تويني لم يمت، ونجحت مؤسسته مؤسسة جبران تويني. يوم دعونا المصور العالمي بنجامان بوتي الموجود معنا اليوم إلى احتفال المؤسسة لكي يكون عضواً في لجنة التحكيم في مسابقة التصوير، قبل الدعوة بلا تردد، وكتب عن جبران وكأنه لبناني يحبه ويعرفه من قرب. وبدل أن يمكث في لبنان أسبوعاً ظل 3 أسابيع، وكرر أن يعود ثانية بقدر ما أحب لبنان واللبنانيين. هكذا يكون جبران تويني لم يمت، ونجحت مؤسسة جبران تويني. يوم قررنا المساهمة في ترميم المدارس الرسمية وتقديم قاعات رياضية وإنشاء مكتبات حديثة في هذه المدارس، وبدأنا بأول مدرستين، نجحنا في إعطاء التلاميذ مناخاً أفضل للتعلم والتطور. هكذا يكون جبران تويني لم يمت. ولما همت زميلتنا زينة شمعون التي كانت تعد ريبورتاجاً مع تلاميذها بتعليمهم قسم جبران، فوجئت بأنهم يحفظونه عن ظهر قلب. هكذا يكون جبران تويني لم يمت، ومؤسسته قد نجحت. عندما ننجح في كل سنة في أن نجمع أطرافاً من توجهات سياسية مختلفة لكي يلتقوا حول جبران، هكذا يكون جبران تويني لم يمت، ونجحت مؤسسته. البعض يبدي تشاؤمه قائلاً: لكثرة الشهداء باتت أيامنا كلها ذكرى ومناسبات حزينة. نقول لهم إننا نحن من حولنا الذكرى حفلاً ننشر فيه فكر جبران عبر مجموعة كتب تتضمن مقالاته الكاملة، وندعم ونشجع الثقافة والتعليم والحرية والمواهب والصحافة. هذه هي رسالتنا: لبنان الحياة، لبنان الفرح، لبنان العنفوان الجبراني، وليس لبنان الموت، لبنان داعش، لبنان الاغتيالات وحرق الإطارات. هذا لبنان جبران، هذا اللقاء، هذه المناسبة. هكذا أحب أن يكون لبنانه،
لذلك أقول أن جبران ولد في العام 1957، لكنه سيبقى في شعبه إلى أبد الآبدين، ومقالاته باقية، ونهاره باق، ومؤسسته باقية، وصوته باق، وكلمته باقية، وقسمه باق باق باق. هكذا يكون جبران لم يمت، عشتم وعاش لبنان. مشاريع مؤسسة جبران تويني بال2014 تضمنت مسابقة الفيلم القصير، مسابقة التصوير الفوتوغرافي، مسابقة صحافي العام، بالإضافة لترميم مدرستين ببيروت. رح نبدأ مع جائزة الفيلم القصير المستوحى من فكر وأحلام جبران، واللي كان موجه للمتخرجين بالجامعات والمتخصصين بمجال السينما. لجنة الحكم تألفت من أسماء مشهود لها بعالم الدراما: شكري أنيس فخوري، كلوديا مارشاليان، جورج خباز، أميل سليلاتي، عبلة خوري، سمير عبد المسيح، وجوزيف بونصار مع حفظ الألقاب. سيناريوات كثيرة تقدمت للجنة، اختير منها ثلاثة، وبعد الدرس والتقييم فاز سيناريو فيلم النوم الأبدي لأماندا الكيك. وأماندا الحائزة شهادة بالإعلان من المدرسة المركزية جونية، وشهادة جامعية بالسينما من جامعة الروح القدس الكاثوليك، عملت بأفلام عدة كمساعدة مخرج ومصورة. ومؤسسة جبران تويني تكلفت إنتاج فيلم أماندا الكيك بكلفة 20,000 دولار. البطولة هي لمجدي مشموشي بالاشتراك مع الممثلة ختام اللحام كريستين شويري وباميلا الكيك. أما الموسيقى فهي تقديم المؤلف ميشيل فاضل. كيف جرت التحضيرات لفيلم النوم الأبدي؟ رح نشوف بهالتقرير. بالجامعة كانوا حاطين البوستر على الإنترنت وتشجعت، قلت ليش لا، ليش ما بكتب سكريبت وبقدمه، بركي بيطلع لي التشانس واربح، وهيك بنفذ فكرة أنا كتبتها وزبطت. بلشنا بعدد من السيناريوهات لعدد 11 أول اجتماع، ألقينا نظرة عليها، أخذناها معنا، ريناها، وجينا باجتماع تاني نعمل جوجلة best three or best four، أفضل ثلاثة أفضل أربعة، يعني نقدر نحطهم على السكة للتنفيذ. هلا أنا كتبت الفيلم بطريقة تكون شوي واقعية، بالنهاية نحن عايشين ببلد كلنا بنعرف الأوضاع السياسية تبعيته، نعرف إنه إذا بدنا ننزل على بيروت ما بنعرف إذا بنروح بانفجار أو ما بتعرف، يعني بلد منه ستابل. فالفيلم هو بيحكي عن فيكتور يلي مثله مجدي مشموشة، خسر شخص مرته يلي هي كانت الأمل تبع كل حياته، خسرها من وراء انفجار. فراح كل شيء فيه من حياة لفيكتور، راح كل الأحاسيس تبعيته، لأنه مع غياب مرته غاب كل شيء عن حياته. فمثل ما كان جبران دايماً يحكي عن الأمل، وصل له رجع الأمل لفيكتور، رجع شاف أنه لا، في حياة، ما لازم أنا ضل ميت. هلأ لما نقرينا أماندا، فكرة حلوة، بتحمل، يعني حاملة بذور خبرية درامية رمزية تنفذ. هو أوقات بتعطي أفكار تنفيذها صعب. أحلى شيء العمل وأصدق شيء العمل هو فيلم عن جبران، فيلم بيحمل كتير خبريات. المقال اللي عن جبران إذا يمكن مكان مباشر لجبران، واحد ما بيشوف فيه جبران. فيلم حتى لو ما كان مباشر عن جبران بتشوفي فيه جبران.
بعطي الكلمة هلأ للممثلة وكاتبة السيناريو لمسلسلات درامية برزت بلبنان وبالعالم العربي مثل أجيال، باب دريج، جذور وغيرها، السيدة كلوديا مارشاليان، تفضلي. مساء الخير. بصراحة أصعب شيء إنه الواحد يحكي عن إنسان صادق مثل جبران، لأنه ما فينا نقول كلام مصفصف، بيعرف هو مطرح ما كان بيعرف إنه عم كذب عليه. مشان هيك حابة أخبر خبرية صارت معي على السريع أثرت فيه كتير لهلأ. بذكر أول ما فت لأكتب بدليل النهار بإعاز من صديقي جوزيف بونصار وبوجه له التحية، كنت بعدني ما بكتب مسلسلات. كنت روح بالجمعة مرة على المبنى. إجا نهار جوزيف قال لي كلوديا هيدي بطاقة النهار لإلك. قلت له أنا جوزيف ماني صحفية وما بدي أدعي الصحافة، ما بدي كارت. قال لي لا ما فيك، لأنه هيدا الكارت بيفتح الأسانسور وبيفتح الباب وبطلعك وبنزلك، ما فيك تكوني بلا كارت. قلت له أوكي. صار هالكارت بالنسبة لإلي هو بيفتح الباب وبيطلعني بالأسانسور، ولا مرة انتبهت شو هو. وبنهار كنت بالبيت وطلع الانفجار. أول شيء كلنا ما صدقنا، بعدين اتصلت بالنهار قالوا لي مبلا جبران. طلعت بالسيارة ونزلت على النهار. وصلت لقيت فيه ألوف الشباب والصبايا فاقدين عقلاتهم، مش مصدقين شو عم بيصير. ما عم نقدر نفوت قد ما في عجقة. دقيت لهم لجوا قلت لهم ما عم في فوت. قال لي جوزيف معك البطاقة؟ قلت له ايه. قال لي ارفعيها لفوق، بس ترفعيها الأمن والجيش بشوفوكي بفوتوكي، بيعرف انه انت من النهار. فتحت انا الجزدين وشلت البطاقة ورفعتها لفوق. لما رفعتها لفوق كل الشباب موجودين زحولي لحالهم وصرت فايتة. ساعتها عرفت انه هيدا الكارت مش ليطلعني بالاسانسور، هيدا انتماء لفكر انسان. صرت فايتة بين الشباب فخورة، رافعة كارت فخورة انه انا من جماعة الانسان جبران التويني. صرت فايتة مش مصدقة إنه راح، زعلانة بس مبسوطة. وصرت أقول منيح اللي طلع لي هالبطاقة بيوم من الأيام تتخلي هالشباب يشوفوا فيي أمل فقدوه فيي وبكل الناس الموجودين بهالمبنى. فتنا لجوا وما كنا كلنا مصدقين. صرت أنا أسأل مين ما شوف أسأله طب ليش جبران، إنه جبران الوحيد اللي منه مسلح، جبران اللي ما بينخاف منه لأن ما بيعمل حرب، جبران إذا عمل بيعمل سلم، ليش بدهم يقتلوه؟ ليه ما بيقتلوا الناس اللي عندها ميليشيات؟ ليه ما بيقتلوا الناس اللي عندها سلاح؟ إنه عشو خايفين منه؟ ضليت أسأل حالي هالسؤالات كم سنة، بعدين اكتشفت إنه لا، يلي كانوا مقررين يعملوه كان لازم يقتلوا جبران، لأنه جبران كان بخوفهم أكتر من اللي معه سلاح. كان لازم يقتلوا جبران لأن جبران ما كان معه مدفع، بس كان عنده نظرة بتخلي الإنسان ما ينام كل الليل من وجع ضميره. كان عنده كلمة بتأذي أكتر من الرشاش. كان لازم يقتلوا تيعملوا اللي عم يعملوا فينا هلأ، لأن ما كان تركهم يعملوا هيك، مش بالسلاح، بصوته بنظرته فينا نحنا، بالشباب، بأماندا الكيك وبالكل اللي بعته الأفكار تبعهم. عدنا نقريهم ونشوف قديش هالإنسان تارك أثر بهالشباب يلي لما مات كان عمره 10 سنين و15 سنة. هيك بيكون السياسة، هيك بيكون سياسة بوطن اسمه وطن. أنا فخورة إنه جبران علمني لا عنصرية ولا طائفية. أنا مني عنصرية ومني طائفية، أنا لبنانية. ومزبوط مثل ما قال، لو نزلوا الأنبياء بهالبلد كانوا رجعوا تخلوا عن دياناتهم بسببنا بسبب سيئاتنا.
جبران أنا بدي أقول لك إنه إيمانك فيي لما أنا كنت ممثلة وما بكتب وكتبت شغلة وحدة وطلبت أنت وجوزيف بنصار صديقي والنهار إيمانكن فيي خلى شكري أنيس فخور يدق لي ويقول لي تعي أنت بتعرفي تكتبي لأن عم بقرأ اللي بتكتبيه بالنهار ومن هونيك بلشت ومن هونيك رح كفي على خطى جبران اللي اشتقنا له كتير. بدي أدعي سعادة النايب نايلة تويني ومعالي الوزير روني عريجي مشان يقدموا جايزة لأماندا. أشكر كل شخص ساعدني بهذا الفيلم من الكرو من كل شخص آمن فيه أولهم هن مؤسسة جبران تويني وأكيد لجنة التحكيم. Thank you. بدي أقول لجبران إنه إن شاء الله يكون فخور فينا نحن الشباب يلي كان دائما يحكي عنا مثل ما نحن فخورين بإنه كوننا نحن لبنانية. Merci beaucoup. فيلم أماندا هو تقريباً 15 دقيقة رح نحضره هلأ لو بتسمحوا. شكراً. مرحبا دكتور. حرام بعده شاب ما شاف شي من هالدنيا. Thank you.
الايجار او قرب مكان. مرحبا بابا، لحتى ناخذ ان شاء الله كل شيء منيح معك. حول هذا الانفجار قطعت اليوم على البيت وحطيت لك صور جديده على الطاوله. امبارح كان عيد بنتي. لأمن الدولة والشرطة القضائية إضافة إلى الجيش اللبناني الذي كان قد حضر على الفور فور وقوع الانفجار. الانفجار إذن هو ناجم عن عبوة ناسفة كانت قد رميت بحسب المعلومات الأولية من بعض المصادر الأمنية، كانت قد رميت ولم تكن موضوعة منذ وقت طويل. أوف مشعل، أوف مشعل. مرتي كانت تحب هالغنية كتير، كانت رسامة حلوة وطويلة وشعراتها ملسين. كانت تضل متلاقي حالها ألوان، كل ألوان الدنيا. بس تروحي لهونيك سلمي لي عليها وقولي له انه انا بحبها كتير. اوف مشعل، اوف مشعل لاني مع السلام يا اغلى خلاني. أنا ما بدي شيء إلا أني أعرف إذا بنتي عايشة أو ميتة. بدي نام يا عالة، بدي نام. ما عم فيي نام، ما عم فيي عيش. مش عارفة إذا بنتي عم تتعذب أو لا. حطوا حالكم محلي، أنا صرت ميتة، أنا مرة ميتة. شو قلت؟ حكيني شي. توعدني تفتش على مرتي وتلاقيها. قول شي، حكي شي، ضربني سبني بس قول شي. بابا، بابا أنا نور. بابا إذا بدك ترد علي. ألو ألو بابا، بترجيك الأولاد بدهم يحكوك. إذا بدك فيكتوريا حكي مع جدو، حكي مع جدو. ألو بمصار جدو. ألو مامي ما عم بيرد. ألو ألو thank you.
الطائش الجديد منبرا اساسيا يتم من خلاله بافكاره وصرخاته واحلامه ومشاريعه وانتقاداته ومواقفه. صار الصوت يودي ولاول مره بكلمه الحرف، بكلمه الحريه، بكلمه القول والكلام مش بالبندقيه، كنا نحن نسمع صوتنا. وراح يتمكنوا شباب لبنان وجيل لبنان جديد انه ينفتح حوار جديد بين الاجيال وبين المعارضه وبين الموالاه وبين الحكم وبين كل الناس بلبنان لحتى نقدر نعمر لبنان على صوره احلامنا. يا شعب لبنان، اذا لك شيء تقوله قوله، ما تخاف، احكي بكل صراحه. لازم تحكي، لازم تعبر عن رايك، تعبر عن افكارك. نحن دورنا كصحفيين نحمل عن المواطنين وعن الشعب ونتخطى كل الخطوط ونكسر جدار الخوف لحتى نحرر الناس من الخوف. ألو مين؟ أنا جدو حبيبتي. مين على التليفون مامي؟ هيدا جدو. جدو ألو نور حبيبتي، عازمك أنت وعائلتك الليلة على العشاء. كنت تحب فان جوك، لوحاتها كان فيهن كتير لون أصفر. بهداك النهار كنت رايحة توصل اللوحتين لزبوني، كانت فخورة فيهن كتير، كان فيهن كتير ألوان، ألوان قد الدنيا. بالبنك سمعنا صوت مثل الزلزال هزنا كلنا سوا. شوفي، قال طلع انفجار كبير وراح ضحايا كتير. مسكت التليفون وتلفنت لها، كان تليفونها مسكر ولليوم بعده مسكر والدنيا كلها مسكرة. صرت أحكي معها ما ترد علي، يمكن كانت عم تسمعني بس ما كان فيها ترد. لو بعرف عنوان المرة كنت أخذت لها لوحتين. في عنا كتير لوحات بالبيت. أنا بعتذر، لازم أمشي، عازم بنتي وولادها على العشاء. بالإذن. نفس الروح حبيب الى ابد الابدين.
يصرع. بتمنى يا ريت يقوم، يا ريت يقوم الشيخ بشار الجري، وبيقوم الرئيس ريس الصدر، والرئيس كريم سمعون، والرئيس آدم سيران، والمير مجيد الحسين، بتخليهم سهلة. مين صار الشعب بيشوفوا ان الاستقلال عم يولد عن الشهيد اليوم معكم من هالساعة هيدي، سيف الشهداء وسيف الحرية بالسيف. جيتوا كلكم لهون تقولوا بدنا الحقيقة، بدنا كلنا سوا الحقيقة، وبدنا السيادة السيادة الحقيقية، وبدنا الاستقلال كلنا الاستقلال. أنا مخابرات ولا عسكر ولا حكومة سوء. جيتوا لتقولوا لكل الأجهزة إنه أنتوا شعب واحد موحد، ما في عصر ما حيكون في حرب أهلية بعد اليوم بلبنان. ولذلك بتمنى عليكم تعيدوا وراي وتقولوا نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعا عن لبنان العظيم. عشق وعاش لبنان. دفاعا عن لبنان. بارك عليك الجايزة عمون دالكيك. ومننتقل هلأ لمسابقة التصوير الفوتوغرافي. الشروط: صورة معبرة عالية الجودة والموضوع حر. المسابقة لقت مشاركة واسعة من محبي فن التصوير. أما لجنة التحكيم فضمت مصورين محترفين: ميشيل قسطى، إلي بخعازي، جوزيف عيد، جيرار طعمي وبنجامان بوتي. وقد تم إرسال أكثر من 100 صورة من لبنان ومن البلدان العربية. الكلمة هلأ للسيد بنجامان بوتي، مصور فرنسي تخرج من المركز الدولي للتصوير بنيويورك، حاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الصورة باري ماتش وجائزة من صحيفة نيويورك تايمز. مستر بنجامان بوتي موجود بلبنان بدعوة خاصة من مؤسسة جبران تويني. Bonsoir mesdames et messieurs, je voudrais commencer en remerciant vivement la fondation Gibran Tueni de m'avoir invité à me joindre au jury de cette compétition photographique. C'est l'occasion pour moi de découvrir le Liban, pays que je n'avais pas encore eu l'occasion de visiter. Je suis arrivé il y a maintenant 2 semaines et je compte définitivement y revenir pour réaliser des reportages et revoir déjà tous les amis que j'ai pu m'y faire. Et je tiens à remercier vivement toute la famille de Monsieur Tueni d'avoir permis cela. Je suis d'autant plus honoré d'être jury à ce concours que d'être ainsi associé à la mémoire de M. Gibran Tueni, qui a tant fait pour la liberté de la presse au Liban. Quel exemple que celui d'un homme qui a défendu les droits de son pays et appelé le peuple libanais à l'Union nationale. Mécène, il organisait souvent des concours de poésie, de théâtre et de chant. Et avec cette compétition photographique, la Fondation Gibran Tueni s'inscrit dans cette volonté de faire émerger des talents dans de nombreuses disciplines. Vous savez, je commence à avoir une longue habitude des concours photo et autres bourses au mérite, car c'est bien grâce à ce type de support que je suis devenu photojournaliste. En effet, après l'obtention de mon baccalauréat en France, j'ai obtenu un master en ingénierie de l'image et en photographie à l'École nationale supérieure Louis Lumière, en région parisienne. Et cela, après un concours d'entrée où j'avais été accepté à la deuxième occasion. Je l'avais raté une première fois, mais j'avais alors persévéré et j'avais été reçu l'année suivante. Après 3 années de formation en photographie, j'ai présenté la bourse d'études franco-américaine Fulbright afin de poursuivre mes études à New York, à l'International Center of Photography. L'ICP propose une formation intensive d'un an en photojournalisme et documentaire, son gros atout étant que la majorité des enseignants sont des professionnels de l'image, travaillant dans le monde des médias et qui pouvaient donc juger de mon travail tel que si j'étais déjà en train de travailler pour une rédaction. À la suite de cette année, j'ai commencé après quelques mois à travailler pour le New York Times. Grâce à un autre prix, celui-ci obtenu à un workshop de quelques jours au nord de l'État de New York, où j'avais remporté une première commande pour ce quotidien. Quelques mois plus tard, en mars 2012, je suis parti de mon propre chef, financé avec mes propres fonds, couvrir les soulèvements au Yémen, où je suis resté 3 semaines en tout. J'avais alors vendu ce reportage à des magazines en France et en Suisse, qui avaient tout juste remboursé mes frais de reportage,
mais je considérais alors cela comme un investissement car j'avais beaucoup appris lors de ce premier séjour au Moyen-Orient. La voie du journalisme et du photojournalisme en particulier est loin d'être la plus évidente pour de nombreuses raisons. J'entends souvent qu'il est plus difficile d'exercer ce métier aujourd'hui qu'auparavant, mais je pense au contraire qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités et d'outils pour informer. Le développement d'Internet et des réseaux sociaux, entre autres, doit permettre aux journalistes d'innover afin de délivrer l'information à une audience toujours plus large. C'est aussi un espace qui permet une liberté d'expression totale, chère à feu M. Tueni. Je tiens à rendre hommage une nouvelle fois à la mémoire de Gibran Tueni. Je félicite aussi tous les lauréats de ces compétitions et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Petit. بهالمسابقة صورتين أخذوا نفس عدد الأصوات فقررت مؤسسة جبران التويني تقديم جائزتين بهالمنافسة ساندرا فياد ويوسف دوغان مبروك وتفضلوا على المسرح يتسلموا الجائزة من معالي وزير الإعلام اللبناني الأستاذ رمزي جريج والسيدة سهام التويني تفضلوا إذا تريدوا صورة ساندرا وصورة يوسف عم تشوفوهم كمان على الشاشة. بذكر الحضور أنه كتاب مقالات جبران تويني بالنهار العربي والدولي بين 1979 و1990 موجود بالهول يلي بحب يقتني نسخة وعلى أن يكون موجود بكل المكتبات بلبنان ابتداء من أول كانون الثاني اللي جاي فريق العمل اللي ساهم بإنجاز وإنجاح الكتاب هن المدير الفني زياد قسيس نائب رئيس تحرير النهار نبيل بومنصف المنسقة العامة بالمؤسسة باميلا حداد وقسم الأرشيف بجريدة النهار من نشاطات كمان مؤسسة جبران تويني للسنة نشاطات ثقافية وتربوية ونقول لكم أنه أنجزت هالمؤسسة ترميم مدرستين رسميتين هن مدرسة كرم الزيتون المتوسطة الرسمية ومدرسة لورم غيزل للبنات وأقامت قاعة رياضية باسم الشهيد جبران تويني بمدرسة لورم غيزل الرسمية ورممت 9 صفوف بمدرسة كرم الزيتون وتم نصب شجرة زيتون باسم الشهيد جبران تويني وطبعاً بالسنين القادمة رح يشمل هالنشاط مختلف المناطق اللبنانية خلينا نشوف تقرير عن هالموضوع بتمنى عليكم تعيدوا وراي وتقولوا قصد جديد قصد جديد نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين ان نبقى موحدين الى ابد الابدين دفاعا عن لبنان العظيم عشر من عشر لبنان I'm
تويني هو صاحب ملحق نهار الشباب، وهو صاحب القسم اللي قلناه من قبل شوي. هو ابن الكاتب والمفكر العظيم غسان تويني، كان رئيس لجريدة النهار، كان رجل كتير بحب الشباب، رفض يكون بالمهجر لأنه كان شجاع وبحب شعب لبنان وبحب لبنان. كان عنده هدف وأمل كبير إنه يوحد المسيحية والإسلام، حرام لأنه اغتالوه على طريق المنصورية. كانت الحالة إنه حالة وسط، يعني كانت بحاجة لتكون بيئة صحيحة سليمة للتلاميذ، بحاجة لإعادة تأهيل. والحقيقة ما كنا قادرين، لا المدرسة قادرة ولا الوزارة قادرة إنه تتعاون معنا. بقى التجأنا للمؤسسة وكان التجاوب كتير جيد وسريع. حقيقة هني دقوا بأبواب المدارس وقالوا نحنا عم نشوف شو حاجات المدرسة، وقلنا له نحنا بحاجة لقاعة سبور. كان الديبو بالمدرسة وجهزوها، ومثل ما شايفين فيها ألعاب رياضية منوعة وإضاءة وكل شيء. أنا كنت حبه كتير وبيي بضل يخبرني عنه. كنت شوفه بالكنيسة أوقات، الكنيسة مرنقولة، كان أرثوذكسي هو. يمكن تقول لأمي روح صلي عليه. هو ساعات وفى بالجسد بس هو بعده بيقول. بإطار نشاطاتها كمان، مؤسسة جبران التويني بتنظم مع جريدة النهار أكاديمية النهار، وهي دورات لكل الأعمار وتقدم صفوف متنوعة بمختلف المجالات: تصوير، إعلام، إذاعة وتلفزيون، صحافة مكتوبة، فن الطهو، تكنولوجيا المعلومات، التواصل والتسويق السياسي، تاريخ لبنان المعاصر من 75، الرسم ووسائل التواصل الاجتماعي. بقدم المحاضرات خبراء بالمجالات المذكورة، بالإضافة إلى ضيوف بيملكوا الخبرة العالية وبيملكوا متابعة دقيقة لهالمواضيع. مدة الدورة هي 3 أشهر، والدروس تعطى مرة بالأسبوع ولمدة ساعتين. بنهاية الدورة بيحصل المشاركين على شهادة من جريدة النهار. أرباح الأكاديمية بتعود لدعم نشاطات مؤسسة جبران التويني، واللي تخصص لترميم المدارس الرسمية والمساعدة بتعليم التلاميذ. تقرير. اليوم الأكاديمية عم بتقدم مجموعة منوعة من الدروس، يعني بتشوفي في عندك كورات للرسم، للصحافة المكتوبة، للصحافة تلفزيون وراديو، للتاريخ لبنان الحديث. يعني لما بتشوفي التنوع اللي فيها بتشوفي انه ممكن يلبي اي رغبة او حدا من خارج عالم الصحافة حابب يفوت على هالدومين، حابب يتعلم صحافة، حابب يتعلم رسم، حتى حابب يتعلم طبخ. بصف لي كان عندي تفاوت بين طلاب عمرهم 18 سنة وطلاب عمرهم 64 سنة. نسأل حالنا أوقات ليش عم بيجوا على الأكاديمية، وهم لحالهم بيجاوبوا بيقولوا لك في ناس عندها حلم إنها تفوت على النهار، إنها تشوف مدرسة النهار، إنها تشوف كيف الناس بتشتغل بالنهار. اليوم لما بتقولي نهار بالنسبة للناس، يمكن كانت النهار بالمفهوم النخبوي فقط الذي يتوجه للنخبة. اليوم النهار مفتوحة، مفتوحة لكل الناس، مفتوحة لكل الأجيال، للشباب، للكبار، للصغار. مش ضروري نكون صحفية لنجي على النهار لنستفيد من إنه نجي على الأرشيف أو لا. اليوم من خلال الأكاديمية، الفكرة الرائعة يعني المبتكرة اللي قدرت توصلها ميشيل، إنها تفتح النهار مثل ما كان يشوفها جبران. جبران كان يشوف النهار لكل الناس.
أخيراً وليس آخراً، صحافة العام هي كمان مسابقة أطلقتها مؤسسة جبران تويني هالسنة، ودعت المدارس الخاصة والرسمية المشاركة فيها لتحفيز الشباب على التعبير عن رأيهم وتشجيعهم على الكتابة باللغة العربية. شروط هالمسابقة أنه المقال ما يتعدى 500 كلمة، مع ترك الحرية للطالب باختيار الموضوع اللي بيريده. الرابح بهالمسابقة بيتم نشر مقاله بجريدة النهار، الرابح الأول. 250 مقال وصلوا على هالمسابقة من 50 مدرسة من مختلف أنحاء لبنان. تألفت لجنة التحكيم من أسماء بالنهار، فرانسوا عقل، الياس الديري، سركيس نعوم، غسان حجار، عقل عويط، إليل حاج، الياس الديري وألين فرح، قلنا الياس الديري بالقبل. مسابقة رح تكون سنوية نقلرات، وبعتقد أنه رح تنال أكيد كتير من التشجيع من قبل المدارس، لأنه نحن بحاجة إن كان باللغة للغة العربية أو لسهولة التعبير، ولازم بما أنه الصحافة هي طريقة الوحيدة وسلاحنا الوحيد هي كلمتنا الحرة، فضروري أن نكون عم نشجع الصحفيين الصغار كمان. بدي أدعي على المسرح وزير التربية الياس بو صعب ورئيسة مؤسسة جبران تويني ميشيل تويني لتسليم الجوائز. الجائزة الثالثة هي لريان مزهر من مدرسة كارميل سان جوزيف. تفضل ريان. مبروك لريان مزهر. الجائزة الثانية لريما الأعور من مدرسة العرفان صوفر. مبروك لريما الأعور من مدرسة العرفان صوفر. والجائزة الأولى لماريا سعد من مدرسة سان جوزيف ابن الشهير. مقال ماريا بينزل بجريدة النهار. تفضلي ماريا. مبروك لكل الفائزين. هيدا هو لبنان الوفي لشهدائه. هيدا لبنان يلي نحنا بدنا اياه. ملتقانا السنة القادمة، أهلا وسهلا فيكم. بس قبل ما ننهي الاحتفال، في الوزير ليس أبو صعب كان حابب يعلن عن مفاجأة لمؤسسة جبران تويني. باختصار بسيط، تموز 1987 كان أول مرة بتعرف على جبران تويني. كنت أنا عم بتخرج مدرسة مار يوسف ابن تشهوان، وكانت عم بحكي كلمة باسم الخريجين، وكان جبران عم يحكي كلمة ضيف الشرف بالمدرسة، وكان بيرتكز بكلمته على أهمية دور الشباب. تاني مرة تعرفت على جبران وقت اللي كان في توقيع على العلم سنة 1989، وقت اللي طلب منا نتوجه على قصر بعبدة لحتى نوقف حد جنرال ونطلب بالسيادة والحرية والاستقلال. ثالث محطة أنا شفتها من جبران ما كنت عم شوفه شخصياً، إنما كان وقت اللي أطلق نهار الشباب، وقت اللي كتب المقال الافتتاحية اللي بين إيدكم اللي بين إيديكم اليوم، وبتقول عنوانها استفق وتكلم، وقال أنه نهار الشباب وجد لسبب واحد، المساهمة في تأمين استمرارية لبنان، وختم المقال لا تستطيع الأوطان أن تحيا وتستمر إلا بشبابها، فالشباب هو المستقبل. آخر مرة شفته فيها لجبران من بعد ما استشهد الرئيس الحريري كان عم بيعبر لي عن قناعته لكلمات الأغنية اللي سمعناها اليوم، أنا بتنفس حرية، لما تحكي عن كيف لازم يضل الكل يتفهم ويفهم بعضه وكل يكون مقبول من الطرف الآخر، وما بتقدر أبداً تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. اليوم بدي أقول له لجبران مثل ما قالت ميشيل بالكلمة، أنه مؤسسة جبران تويني نجحت. نجحت أنه تحمل فكرك وقناعتك بالشباب اللبناني. اليوم في اتفاق توقع بين الجامعة الأمريكية بدبي بكلية الإعلام ومؤسسة جبران تويني، لحتى كل سنة مؤسسة جبران تويني تعطي منحتين لشاب
ولصبية بيحملوا اسم منحة جبران تويني ليتعلموا الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بدبي، والمؤسسة رح تعلن عن هالتفاصيل بعدين. وشكرا. نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعاً عن لبنان العظيم. عشرنا عشر لبنان. دفاعاً عن لبنان العظيم.